قل ما حكم من يجد في نفسه صفة الحسد وهو عدم حب الخير للناس ولكنه يدعو الله أن يزيل عنه هذه الصفة؟ هل توجد أساليب أخرى تساعد هذا الشخص؟ لا نعلم في هذا غير ما ذكره سائل نفسه، ولكن يدعو الله عز وجل بقلب خاشع خالص، عسى الله عز وجل أن يستجيب له. والرسول عليه السلام يقول في بعض الأحاديث، ولعله من أحاديث ثابتة فإن ذاكرتي الآن غير مستحضرة لمرتبته، وإذا حسدت فلا تبغي، أي خلي حسدك في نفسك ولا يحملنك هذا الحسد على الاعتداء والبغي على ذاك المحسود، فإن مثل هذا الحسد يكون يعني وزره خفيفا جدا على صاحبه. فهو إذن أمامه سبيلين، السبيل الأول هو ما أشار إليه من أن يدعو الله عز وجل على النحو الذي وصفنا، السبيل الثاني أن يجاهد نفسه فلا يبغي بسبب حسده على المحسود. ومن ذلك مثل ما اليوم تباحثنا مع بعض إخواننا أنه زيد من الناس عنده كتاب فيه علم مفيد فطلبه فلان فأبى أن يعطيه إياه، لا لأنه يخاف أن يستعصي به أو يخاف أن يمزقه، وإنما حسدا. هذا الحسد هو الذي فيه البغي وفيه الاعتداء وفيه من الخير عن أخو المسلم. فمن كان يشعر بشيء من هذا الحسد فليجاهد هواه وليعطي مثل هذا الكتاب لهذا الطالب له ليتفقه فيه. نعم. يقول